رحيل الفنان المغربي عمر دخوش أحد مؤسسي مجموعة تقادا. توفي صباح اليوم الخميس 6 يناير 2021 الفنان المغربي عمر دخوش، نجم المجموعة الغنائية الشعبية الشهيرة بالمغرب تقادا، بعد صراع طويل مع المرض. ويعتبر الراحل من أهم مؤسسي هذه الفرقة الشعبية التي كانت ولا زالت تدخل كل البيوت المغربية دون استئذان لأدائها التراثي ضمن الفن الشعبي المغربي الأصيل. وعانى الراحل من ضيق في التنفس طيلة السنوات الأخيرة، ما جعله يدخل المستشفى مرارا وتكرارا قبل أن تطلق الإعلامية بشرى الضوء في غشت الماضي نداء للمسؤولين بالتدخل والتكفل به نظرا لحالته المادية الضعيفة. هذا وتعيش الساحة الفنية المغربية اليوم حالة من الحزن الشديد بعد فقدان هرم من أهرامها مع بداية السنة الجديدة.